إذا للوقوف عند طبيعة العلاقة بين الميليشيات في العراق وعلاقتها بالغرب في ظل حديث عن تورط شركات أدوية بدعم الميليشيات، ينضم إلينا عبر الهاتف من ميشيغان الكاتب والباحث السياسي رفعت الزبيدي. أستاذ رفعت مرحبا بكم. يعني شركات عقاقير أمريكية ترفض اتهامات بمساعدتها للميليشيات منذ عام 2003، ولكن السؤال الذي نطرحه هنا، إلى أي مدى يمكن تأكيد هذا الإنكار في ظل فضيحة شركة لافارج الفرنسية في سوريا التي ثبت دعمها لتنظيم داعش؟ تفضل أستاذ رفعت. نعم، شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله المشاهدين. يعني أولا دعنا نفصل بعض الشيء في مقدمة، أنه الفساد السياسي في العراق هو حسب التفسير الأكاديمي هو مجموعة واسعة من السلوكيات الإجرامية من قبل المسؤولين الحكوميين المنتخبين والمعينين، يعني هذا هو في العراق، بما في ذلك الجرائم التالية: الرشوة، الابتزاز، الاختلاس، الرشاوة الغير قانونية، استغلال النفوذ، تزوير التصويت، تضارب المصالح. تضارب المصالح أدخل العراق في مرحلة جديدة سميت بالمحاصصة السياسية أو الطائفية، وبالتالي تورطت الكيانات السياسية الحاكمة فيما أشرته. فيما يتعلق بسؤال حضرتك، إذا نعود إلى المصدر اللي هو مثلا شبكة الأخبار الأمريكية NBC News، ذكرت أنه مجموعة من قدام المحاربين الأمريكيين رفعوا دعوى قضائية فدرالية ضد شركات الأدوية الأمريكية والأوروبية وصانعي الأجهزة، متهمة إياهم بدعم ميليشيا عراقية مدعومة من إيران، على أساس أنه التبرير الشركات الأمريكية أو الأوروبية أنه هم يحاولون أن يوفرون لأنفسهم بيئة آمنة في ظل البيئة الغير آمنة للعراقيين، لكي يمرروا منتجات شركاتهم في العراق من خلال التعامل الميليشيات المسلحة. والشيء الإيجابي في موضوع الدساتير في هذه الدول كالولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا، أنه لا يمكن لأحد أن يفلت من العقاب وإن تقادم الزمن. يعني بدليل أنت لاحظت مثلا دونالد ترامب عندما كان رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية كيف فتح ملف هيلاري كلينتون في قضية داعش، وهي مسألة طبيعية أن المخابرات الدولية كيف تستغل الجماعات الإرهابية المتطرفة، كما حصل في مسألة تأسيس جماعة طالبان لاستغلالها للحرب ضد الاتحاد السوفيتي في أفغانستان. نعم أستاذ رفعت، لعلكم تابعتم ذلك الطعن من عدد من شركات الأدوية أمام القضاء الأمريكي على الدعوى المرفوعة ضدهم باتهامهم بدفع مبالغ إلى ميليشيا جيش المهدي من أجل الحصول على عقود إمدادات طبية. هذا التورط في الفساد، هل يمكن من وجهة نظركم محاسبة المنخرطين فيه محاسبة حقيقية أمام القضاء؟ بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أكيد نعم. بالتأكيد، لأنه وزارة العدل الأمريكية لا تخضع لاعتبارات سياسية. يعني أنت لا تنسى أنه الذين رفعوا الدعوة هم من قدام المحاربين الأمريكان، وهؤلاء لديهم جمعية ولديها محامين ولديهم وثائق أكيد كلها تدعم ما ذهبوا إليه، وعددهم 100 شخص كما ذكرت المعلومة. 203 صفحة للشركات اللي دفعت رشاوى لمسؤولين في وزارة الصحة العراق استفادوا من جيش المهدي اللي طبعا هي ميليشيا مدعومة من إيران. لا تنسى أنه أيضا في العراق هناك تغطية من قبل شخصيات سياسية كانوا هم جزء من ملفات الفساد. مثلا إذا تأخذ بهاء الأعرجي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب من 2010 إلى 2014، كذلك وزراء الصحة من قبل التيار الصدري. كما ذكرت لحضرتك أنه الشيء الإيجابي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لا أحد فوق القانون، no one above the law. فلذلك تحتاج مسألة وقت، وبعد ذلك تظهر في وسائل الإعلام الأمريكية أنه فعلا تحصل إدانة، لأنه ممكن هم يستأنفون كذلك جمعية المحامين الأمريكان، لابد أنهم يستندون على شيء. يعني مثل الشركة الفرنسية اللي ذكر التقرير
حضرتك شركة لافارج الفرنسية أنها تتعامل مع ميليشيات في داخل سوريا فيما يتعلق بشركات أسمدة وإلى آخره، وتبين فيما بعد أن ارتباط الجيش المهدي هو أيضا من خلال ارتباطه وتدريبه مع الجيش مع حزب الله الذي هو تحت قائمة الإرهاب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ رفعت، هذا على مستوى الغربي وعلى مستوى الولايات المتحدة، لكن لو فتحنا نافذة المستوى الداخلي برأيكم لماذا لم تحرك مثل هذه الدعوة الجهات الرقابية في العراق، لا سيما أن جيش المهدي كان يسيطر على وزارة الصحة؟ لماذا لا يجرى هناك محاسبة دقيقة من قبل الحكومة الحالية على جيش المهدي تحديدا؟ توافق المصالح هو الذي يدعوهم إلى غض الطرف، لأن كل الكيانات السياسية هي متورطة كما أشرت في المقدمة. الرشوة، الابتزاز، الاختلاس، الرشاوة غير القانونية، استغلال النفوذ السياسي، تزوير التصويت، تضارب المصالح، هذا التوافق فيما بينهم يجعلهم يغض الطرف أو يعني كما نقول الملفات تكون نائمة في رفوف نائمة، لا يمكن لأحد أن يفتح التحقيق في هذا الموضوع. وبالتالي أيضا مسألة الاغتيال السياسي، يعني أكيد هم اللجان الرقابية ممكن يوصل إلى موظف بسيط في مسألة الفساد المالي والإداري، ولكنه لا يستطيع أن يذهب إلى أعلى. حتى إذا لاحظتم مثلا العام المنصرف قضية مقتدى الصدر، أنهى عمل 10 من أعضاء التيار الصدري في ملفات الفساد المالي والإداري، هل يستطيع أن يفتح ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في العراق في تورط الجيش المهدي في العنف الطائفي بعد العام 2003؟ لا، هناك خطوط حمراء لا يمكن لأحد أن يتجاوزها فيما يتعلق بملفات الفساد المالي والإداري. وتتذكر حضرتك نور المالك عندما كان رئيسا للحكومة كان يقول لدي ملفات من الفساد المالي والإداري ضد الكيانات والشخصيات، لو أعرضها كما قال بالعامية تصير بالبوكسيات. يعني هناك حدود لا يمكن أن يتم تجاوزها فيما فضح شخصيات كبار، من ضمنهم الشارزي باري بهاء العرجي وآخرين. من ميتشيغان الكاتب والباحث السياسي رفعت الزبيدي، شكرا جزيلا لكم.